السلام عليكم المتتبعين والمتتبعات ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا راه فيديو ديال هذا النهار. المهم هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم المهم غادي نصطف الخضيره ديالنا في هاد الشبيكات. جبتهم كاملين في الثلاجه من بعد ما رجع با من السوق، حتى انا ما مشيتش. المهم هادي هادو الثلاجه اللي قدامين ديال السيمانه اللي فات. المهم غادي نمسح الشباكي. وي هادشي اللي شاط في هاد السيمانه غادي نقي هادشي. المهم نمسحهم، ما غاديش نغسلهم صراحه، يا غادي نقيهم. وغادي نشارك معكم اش جاب ليا با في السوق. المهم غادي نجبد هاد الفلفله. المهم صراحة ما غاديش نغسلها، حيت اش الا غسلت غير خصني عاوتاني نخليها تنشف. المهم زوينة زعما، ما فيهاش شي حاجة خايبة. هادي شفتها مضروبة، قلت غادي نخليها مع القدام. حتى هادي هنايا البصلة غادي نجيب. المهم الآن من بعد ندير هادو، واخا مضروبين هادو غنديرهم هكا الفوق وغادي نستعملهم بليز بلا ما. هادي زوينة، هادي خاسرة، نحضيوها للبقرة. حتى هادي دغيا كيخسرو، ولكن جالسين السيمانة وما جا البركة، واحد الحارة. مالك يا سامي؟ مالك ها سامي؟ هاديك حتى هي تقاس. المهم لي تقاسو راه غادي نديرهم الفوق باش ما يخرجو البغية. المسحاقين كنديرهم هكا لتحت باش ندوزو شي يامات. هو هدا مكان غادي ندير مطيشة بلاصتها. المهم ما عرفت شحال من كيلو، ولا واش جوج ولا كيلو ونص، ولا حيت هادشي كامل كنجيبو من عند خويا الله يكثر خيرو. ايوا انا كاين. المهم خيزو باقي ليا شويه هنايا، غادي نزيد عليه هذا النيت اللي جابو لي دابا عاوتاني في السوق اليوم. المهم خيزو كنخليه هكا في الميكا باش ما يخسرش لينا دغيا، باش ما يتلوى. غندوزو للديسير تاع الرمان. هادي تقاست محال، واش زوينة. والمهم اخوتي كما كتشوفوا صافي، راه استفت هاد الخضره ديالنا. دابا جبت البانيو باش نغسلو هاد العنب حتى هو. المهم جاب لي هنايا با شويه ديال العنب هاد الصفر، وجاب داك الكحل ولا الحمر، هذاك واقيلا حمر ماشي كحل، حيت اش كيكون الكحل وكيكون واحد حمر شويه. المهم جاب شويه ديال البنان، شويه ديال الرمان، شويه ديال العنب. هنايا العنب غادي نديرو في هاد البانيو، غادي ندير عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، وغادي نرقدو عاد نحيدو من داك الماء ونديرو في هاد الشبيكه. ايوا دابا غادي ندوزو باش نغسل معاكم واحد الحوت واقيلا سميتو الكالامار، حيتاش صراحه ما عمرني شريتو وما عمرني كاع شفتو في مسمرير. حتى اليوم صراحه تشهيتو ووصيت عليه مول الحوت، حيتاش كنشوفو هكا في الفيسبوك، في اليوتيوب. في الفيسبوك ما كنشوفو في اليوتيوب، شفتو غير في الفيسبوك.
صافي صراحة عجبني وتمنيت ناكل هاد الحوت. صافي سولت مول الحوت قلت لي واش ممكن زعما تجيب لي 1 كيلو في هاد الحوت، قال لي اه، ولكن اختكم اللي جا ما عرفتش واش نشرمل واش. المهم جابوا لي نيتها كامل قاد وتشرمل وكل شيء هو هذاك، ماشي تشرمل مقطوع ولي على تشرمل. والمهم اخوتي انتم كتشوفوا صافي قسمت التقديه ديالنا، ها البصله ها الرمان واحد اللفت وشويه ديال الطنجال باقي شاد لينا ديال السيمانه اللي فات. المهم الفلفله وخيزو ماضيش راني درتهم. المهم غنخليهم دابا هكا حتى يجي شي حد، المهم حتى يجي شي حد هكا يديهم للثلاجه. هادي غيديها لبلاصتها وهاد الاخرين عاوتاني غيمشيو للثلاجه. والحوت ان شاء الله غادي نغسلو هاد الحوت ونقيلو ونديرو في الفريكو، حيت ما غاديش نديرو الصراحه اليوم، غادي نخليه حتى لشي نهار. باش تقولوا لي في التعاليق واش هاد الحوت كيتشرمل عادي تقلى ولا كيتقلى هكا بلا ما يتشرمل. المهم غنغسلو غير بالماء ونديرو في الفريكو. ايوا المهم ما تضحكوش على اختكم حيت هادي اول مره صراحه كنشوف هاد الحوت. ايوا انا يا اخوتي من بعد ما صافي سالينا الخضره جات ملكه قالت لك بلاتي نغسل لك المواع، قلت لها سيره بنتي الله يرضي عليك الله يكثر خيرك الله يجازيك بخير. هنايا دارت شويه ديال الصابون ودارت شويه ديال جافيل، وهنا كتغسل كتخلطوها هكا باش تكون ليها ديك الرغوه، باش زعما تعرف بلي راه فيه الصابون. راكم عارفين بنيه صغيره قلت لك باش تكون ديك الرغوه. ايوا صافي هنايا ودات كتحك المواعن الله يجازيها بخير الله يكثر خيرها الله يعطيها النجاح الله يخلي لينا بنات اخويا الله يكثر خيرهم، وحتى نتوما الله يخلي لكم وليداتكم اللي عندها وليدات الله يخلي لها وليدات، اللي مازال ما عندهاش الوليدات الله يرزقها بالذريه الصالحه وهذا الشيء اللي كان. المهم هانتوما كتشوفوا لاله ملكه كتصل في المواعن. ايوا هانتوما يا خوتي دابا غادي تكملهم هكا وتشللهم، هي بدات كتشلل صافي تقريبا سالت بقات لي هذيك البانيو واقيله، حيتاش فاش ماشي انا اللي كندير شي حاجه كنتلف هكا فاش كنهضر. ايوا هانتوما كتشوفوا لاله ملكه كتشلل في البانيوات. المهم انايا كنقول ليها دير شويه ديال الماء في واحد البانيو، بداي تحيدي ليهم الصابون هكا وشلل ليهم عاوتاني بشويه ديال الماء باش ما نبقاوش نضيعوا في الماء بزاف. راكم عارفين خصنا نقتصدوا على في الماء في كل شيء في اي حاجه. المهم انتم كتشوفوا انايا غادي تمسح هذا البوطاجي صراحه، واخا كيعذب صح الصراحه كيعذب اللي عنده صحته هكا كايت حنا كطرو دارو، ولكن اش غنديرو راه درناه على قدنا هكا على ودنا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انتم كتشوفوا لاله ملكه هي كتسيق سيقات هاد الكونطوار ولا البوطاجي. المهم لاله ملكه هاد العشيه حداها قال الحداقات تبارك الله. المهم كنزرب لكم الفيديو باش ما تملوش منا وصافي هادشي اللي كاين. المهم انتم كتشوفوا لاله ملكه صافي بدات كتسياق، وصلت دابا تسياق الماء عن سلاو. ايوا قالت لك دابا غادي تجي باش تشطب وتجفف ودير كلشي. هنايا قلت ليها صافي واحد حيدي داك الوسخ اللي كاين تما، حاشاكم وحاشا وجوهكم يا احلى متابعين. ايوا صافي شطبات، ما شاركتش معكم فاش كانت كتشطب. وهنايا جبت السطل دارت فيه شويه ديال الصابون وشويه ديال جافيل. ايوا بدات هنايا كتخوي في الماء صراحه. قلت لي انا غير فزقي واحد الشيفون هكا ودوزيها على البيت على الكوزينه، ولكن قالت لك لا، هي قالت لي لا غادي نعيد نسيقها ونحكها هكا. قلت لي وصافي على خاطرك لاله ملكه. ايوا انتم كتشوفوا ملكه ديالنا الزوينه كتشطب كتسيق ماشي كتشطب. المهم كتحكى هكا بالشطابه. قلت لها كحزي لحدايا هذيك البوطه، هنايا كنت جالسه حدا انا وسامي عارف، وكان وكل سامي مازال ما تغدى ديك الساعات كان وكلو.
ايوا صافي على يوسف جا حتى هو. ايوا صافي لالا ملكه قربات سالي دابا باش قربات سالي زعما لبي الكوزينه ايوا باش عاد دوز الاخرين. والله الا ضحكاتني مسكينه عرفتي زلقات واحد المره قالت لي ايوا كون كنتي كتصوري دابا فاش تزلقت تزلقات في البيت ديال زهرة ماشي في الكوزينه. حيت الصراحه هاد الجليج اللي دايرين في الكوزينه ما كيتزلقش بزاف. ايوا اللهم لك الحمد الحمد لله ماشي بحال ديال زهرة. ديال زهرة صراحه صعيب دغيا كيزلق. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار وبسلامه.